بشأن الأولويات الوطنية التي تحظى باهتمام ممثلي الطبقة الشغيلة على مستوى القطاعين العام والخاص وكذا ممثلي أرباب الشغل. وأنا على يقين تام بروحي والمرجعية الوطنية الصادقة التي تحكم كل المكونات هذا الحوار، وهي الروح التي تجعل من المصلحة العليا لبلداننا لبلدنا فوق كل اعتبار، سيما ونحن أمام تحديات كومبلكس مركبة لا سبيل لنا لمواجهتنا إلا بالتعاضد والتعاون والحوار بنا لترسيخ السلم الاجتماعي وربح رهانات المرحلة بما يكفل العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية كأهم مقومات الدولة الاجتماعية التي أرسى أسسها جلالة الملك حفظه الله. ولذلك فرهاننا في هذه الحكومة أن تكون حكومة ذات هوية اجتماعية بامتياز، حكومة الدولة الاجتماعية التي يرعاها جلالة الملك محمد السادس حفظه الله، حكومة الإنصات والإشراك والحوار، حكومة الإنصاف الاجتماعي والمجالي، حكومة مساندة ودعم القدرة الشرائية للمواطنين، حكومة تقوية الطبقة الوسطى، وكذلك العمل على ضمان الارتقاء الاجتماعي للمواطنين من خلال الإصلاحات الهيكلية التي تعرفها برامج التعليم والصحة، حكومة الإقلاع الاقتصادي، حكومة الدينامية الاستثمارية الجديدة، حكومة توفير مناصب شغل لضمان الكرامة للمواطنين. وشكرا لكم.